وصل صوتك. باهي انا فرحان برشا على خاطرك بخلف اللي باش نلقاك ممثل معناتها طبعا بعد ما نرجع نحكي باش نلقاك زاد في تظاهره مهمه جدا ماراثون ديمو بالنسبه للتوانسه اللي ما يعرفوش برشا التظاهره هذه خلينا نقول لكم احنا في الدوره العاشره تويكا نتاع التظاهره هذه تخلقت في تولوز لو ماراثون ديمو عمل فيها خمسه هي معناتها كان نوع من التكريم للادب باصوات فنانين ومبدعين هو لقاء نتاع مثقفين التظاهره كبرت وتعاونت فيها الجمعيات الثقافيه مع برشا اطراف كما جمعيه باسابورتا في بروكسل والا بالنسبه لليديسيون اوروبيان والا جمعيه ناس الفن في تونس هنا اللي تحضر ديما ليديسيون المتوسطيه تحت اسم كلمات والموعد السنوي من 26-29 جوان 2014 في اسطنبول لكن قبل فما موعد مهم جدا اللي هو موعد باش يتم في ثلاثة ايام مهمين على الاخر اللي هما في تونس معناتها 7-8-9 مارس في الكاتريا مار في تونس هذا كلمه المسرح البلدي زاد كيف العرض الاولاني يهمني برشا انه نحكيوا على عرض جليله بكارت وتكريم احمد فؤاد نجم والعروض كل باهين الضربه الاولى ضربه صحيحه فتحي هداوي معناتها تظاهره كما هكا انت حريص جدا انك تكون دائما موجود فيها والمدير الفني وباش تكون مع الزميله مريم بن حسين زاد كيف في واحده من الحلقات حلقه نهار السبت 8 مارس علاش معناتها فما حرص منك انك تتبنى التظاهره هذه شوف التظاهره هذه كما تفضلت هذه هي تظاهره فرنسيه يعملها اوليفي بافر دارفور هو المؤسس هو رئيس فرنسا انتر يعني زميلك يتسمى جيب انت ملي من اللي صاروا دي باش لكن الفرق في الكونتون بانك ما يسالش ماهيش مشكلة ليست الأموال هي من تصنع الحياة هاني باش نجاوب بخن شوية بخن يا طيب هي طب حقيقة هي حدث فني عظيم صراحة لأنه يعاود يرجع المحبة والألفة ما بين الإنسان وبين القراءة ككل قراءة الأدب الفكرة هي أنه تقرأ النصوص بأصوات عالية سواء نصوص متفردة يعني يقرأها فرد أو نصوص يقرأها اثنين أو ثلاثة اثنين لحد الآن للجمهور أنا قريت في تونس مرتين وفي تولوز مرة في تونس كان حقيقة حدث جميل وبديع قريت مع فاني أردون وفي فرنسا في تولوز قريت واحد نص فرنسي جميل جدا وكانت كل تولوز تصير مدينة القراءة كل الأماكن الثقافية كل المقاهي كل المسارح كل وفي تونس قاعدين بشوية بشوية مع عندكم ثقة انه نجم اليوم نقرأ مع الضغط مع الستريس مع عنا مع الايباد مع التليفون مع بالتجربة هنالك حالات وضعيات معينة فكرت فيهم السيدة سيان بالخوجة اللي هي الطرف التونسي متاع المعادلة متاع الماراثون دي مو ولا كلمات أو النسخة التونسية هي تدير النسخة التونسية نتعاونوا مع بعضنا عندك مثلا شوف الفكرة طيبة ياسر أنها باش تعمل تي جي ام إيميترو ليترير يعني الناس في التي جي ام الكل يقرأوا في وتعمل بيكنيك يا رب ان شاء الله حتى يصير براكاج اللي باش يهز الكتب يستفيد على الاقل وبعد يعملوا بيكنيك ليتيرير من 7 سنين 77 سنه يعني بور دير هكا هي فازه دو 77 من 11 حتى المثلثه يوم الاحد 9 مارس شرح ببورقيبه الناس كل تقرا الكتب وتعملت هذيا ولقات صدى كبير برشا اذا تحب نمروا على البروجرام برنامج بسرعه اعطيني اهم الاسماء فتحي هو الاسماء مهمه الكل ترقى جليله مثلا باش تعمل هي تكريم احمد فؤاد نجم على كل حال هو الدوره هذه هي تكريم احمد فؤاد نجم من اكبر شعراء الاغنيه في العالم العربي خليني نذكر انه النسخه اللي بيشتير في اسطنبول النسخه العالميه اللي انتم تنتميون لها باش تكرم ميشيل فوكو زاد طبعا طبعا وهذا معناتها على الاقل ميشيل فوكو زاد عندنا قسم مشترك لانه قرر في تونس ميشيل فوكو وهو يعتبر عند الكثيرين اخر فيلسوف فرنسي بالمعنى الحقيقي معناه ولد تونس ولد سيدي بوسعيد وقرر في 9 افريل وعنده طلبه وعنده مريدين وهو يعتبر فيلسوف فذ سنه كرموه لو ماراثون ديمو في اسطنبول كما تفضلت سيادتك في جوان احنا الافتتاح باش يكون في قاعه الفن الرابع 7:30 تقرا السيده جليله بكار نص تكريم لاحمد فؤاد نجم
وبعدين مش يكون هنالك لقاء ما بين فرانسوا بون وصابر منصوري وعلي بشر انيمي بار اوليفيي بافر دارفور، وبعد فما ليكتور كروازي يعني قراءه ثنائيه ما بين لوران غودي اللي خذا بري غونكور لوران غودي 2014 وكاترين أليغري. وبعد نهار 8 مارس هو يوم مخصص الى تكريم المراه بصفه عامه، لانه احنا الفخر نتاعنا في تونس احد الاشياء او الامور اللي نفتخروا بها هي المراه التونسيه. اوني ميو سيرفي اوني جامي ميو سيرفي كو بار سوا ميم، هكا سهام كمراه فكرت انا تعمل ارتيست. اهم الاسماء يوم دي. كامل عليا السلامي باش تغني، انيسه داود ممثله معروفه، اميره الشبلي، دره بوشوشه، هاله باجي، هذوما كل عندهم مداخلات يا ادبيه او فنيه ابداعيه. عندك لو بوفوار وفيمينا هو لقاء فكري من ماضي 3:30 حتى 6:30 كذلك دائما في كاتريامار مع السيده وداد بوشماوي، هاتي المراه الفاضله. عندك فضيله عماره جات زاده باش تحضر معنا، عندك ماري كريستين ساراغوس، عندك اليزابيث تشو، يعني أميرة يحياوي، دليلة مصدق، سميرة بالقاضي إلى آخره. هذوما يعني أسماء علامات ومراجع، كل واحدة في ميدانها وكل واحدة في اختصاصها. لكن فما حدث مهم زاد لو تكررت سيدي، هو كذلك في الكاتريامار فما ما يسمى بكارت بلانش للمعهد العالي للفنون المسرحية، وهي فكرة طيبة في اعتقادي، الربط ما بين القراءة وما بين المسرح، أنه باش يكون هنالك الساعة 4 الرابر العالمي الكبير عيسى ملوك اللي قاعد ياخذ في صدى عجيب باش يعمل من الأربعة للستة. وبعد ذلك ثم استوار دو فام، هذا فيلم تاع فريال بن محمود، ونجيو عاد نهار الأحد. طبعا نهار السبت هو الفاسوندير اللي في المسرح البلدي باش نقرا انا وكارول بوكي. يعني كارول بوكي وانا هو في الواقع، شوف خاطر هي فنانه كبيره، ومعنا السيده الانسه مريم بالحسين. دونك باش يكون ضيفه الشرف نتاع الدوره هذه هي كارول بوكي كما كانت فانيار دون اكسيتيرا. دونك فتحي هداوي باش نحكيو على مهرجان الحمامات. سؤال وجودي، انت مدير المهرجان ولا لا؟ السنه قبل برسمك انا ادعو الجماهير التونسيه المتعطشه للكتاب والوعد انهم يجيو بكثافه، لانه كل شيء ساعه بلش ما فماش لا تذاكر لا حتى شيء. نحن المهم انه نرجع نحبوا نرجعوا شويه بشويه العاده اللي اكتسبوها التوانسه فتره ما ولكن تفقدت لاسباب عديده يطول شرحها، هي القراءه. دونك ماذا بينا ينورونا الشباب يقرا بالعربي بالسوري مع اللغات الكل حتى بالقجمي، تفضل المهم يقرا. هذا انا مصر عليه، وهذا نداء للجماهير التونسيه الجميله في كل اسقاع الوطن انها تشرفنا وتحضر معنا، واللي عنده مشكله نتاع مبات ولا حاجه يقول لنا. فتحي هداوي، هل انت مدير مهرجان الحمامات الدوره 50؟ هل انت الهادي الزعيم؟ لهالدرجه سؤال صعيب. لا 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 نورمال مون سا كوندوي، لكن شوف مع الحكومه جديده دونك الفو ليسي لو مينيستر سانستالي. اما حكينا في المهرجان انا تقابلنا بسبب، اما مازال ما عنديش ورقه تقول انت راك مدير المهرجان، بس اني باغرام انا بديت نخدم من شهر اوت الماضي، يعني مازال المهرجان مستمر وانا كملت. ينجم بجرد قلم يجي الوزير يقول بدلنا، يلم الدوسيات الكل ونسلمهم للي يجي باش يعمل بعدي، يا باد بروبليم، بدون ازعاج بدون قلق بدون اي تردد او لكن فما حاجه بديتها انت ماذا بك تكملها؟ ما يصيرش فما تجربه. شوفت السيد الوزير بيدو سي مراد بنا حاجه وما نجمش يكملها، اللي هي عمل مشى في جزء كبير من مهرجان الحمامات في البرمجه وفي التعاقد وكل، لكن الظروف حبت انه هو يتسمى على راس وزاره الثقافه. لكن مشروعه سيتواصل لانه هو المايسترو. بيسير، ولكن انا زاد ممكن مشروعي يتواصل لانه مربوط، معناها فيه يعني في حاجه باهية سواء انا نعمله والا غيري سوني با ان بروبليم. تبارك مراد الصقلي وزير للثقافه؟ طبعا طبعا بدون شك. تتحسر على زمن مهدي مبروك؟ كل واحد ياخذ وقته. هل انتهى زمنه؟ هل خرج في الوقت اللي يلزم يخرج فيه من وزارة الثقافة؟ ما نعرفش التحديد الزماني وكذا. تعرف يمكن ما تحبش تقول. لا أنا متأكد أنك تعرف. شوف بدون احنا توا ما نحبش زاد ندخل في البوتقة نتاع
كيف وزير يمشي نولي نقولوا كانوا مشى قبل وكل سي با بيان. معناتها هل هذا الوقت المناسب لتجديد وزاره الثقافه؟ الوقت المناسب لتجديد الدوله الكل، الحكومه الكل والدنيا الكل، وبتواصل التجديد ويلزم نقعدوا احنا في حاله من التجديد، لانه هذه هي مستحقات الثوره. هل الان الاوان لنكشف ما سر الخلاف بينك وبينه في فتره من الفترات؟ ما نعرفش انا، ما هو الناس حكيت على خلاف وحكيت على شهر عسل وحكيوا على في عده حكيوا ملون شهر عسل حب شديد. لم يكن هنالك لا حب ولا كراهيه، كان هنالك تعامل ما بين شخص يدير مهرجان ويدير مكان ثقافي اللي هو مركز ثقافي دول الحمامات، وبين اداره يمثلها هو السيد الوزير السابق. لكن دائما هذه طبيعه مهنتنا، انه ما هوش كل شيء يمشي بالكريم فريش، لازم يكون فما مشادات، لازم يكون فما وجهات نظر. تشدوا على اي شيء؟ على البرمجه؟ على لا 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 على البرمجه الحقيقه، والرجل عمره ما قال لي حرا، يعني احنا مانيش في المنطقه ذي انه واحد نكتبوا على اللي نعرفه انه هو فاشوف المركز الثقافي الدولي بالحمامات هو مكان معقد، فيه برشا تنبير، الناس الكل يحبوا يكونوا مديرين، ونشك انه برشا ناس مهمين ماذا بهم بطلوا خدمتهم، حتى زملاء انا مهمين، حتى وزراء من الخارج يجي ويقول لي يا ريتني نخدمه لي انا. فنتفاهم انا الرغبه الملحه نتاع عده ناس انهم يديروا المركز الثقافي الدولي بالحمامات. انا مع الاداره التونسيه، وهذه قاعد تفوت فيها سي مراد الصقلي شخصيا الموضوع هذا، ما توصلناش الى صياغه عقد يليق بيا من وجهه النظر نتاعي. هما يعملوا اقتراح وانا نعمل اقتراح معاكس، يعني كونتر بروبوزيسيون. استمر هذا من تقريبا من جويليا 2011 لليوم. واحنا مازلنا نتحاوروا، هم يبعثوا لي بروجي دو كونترا وانا نقول لهم الكلوز الفلانيه والكلوز الفلانيه، خاطر احنا ماناش في منطق عقود الاذعان، احنا في علاقه تكامليه ما بين الاداره وما بين كذا. هل هذا اللي خليه ما جاك حتى مره للمسرح؟ للمسرح اساله علاش ما جانيش عمناه بصراحه، خاطر انا قلت له راهو انت تكون اول وزير في تاريخ مهرجان الحمامات ما حضرش افتتاح، وهذا امر غريب، وخاصة ينجم يكون عنده مقتضيات امور تخليه يفضل ان يذهب الى مكان اخر دون القدوم الى الحمامات في نفس التاريخ. مشى لصفاقس. مشى لصفاقس ربما لاسباب تركيحية سياسية، ربما نتفاهم على الشيء هذا، لكن كونه ما يجيش بكل مدة المهرجان هذا ما اثار انتباهي، في حين انه في الدورة اللي قبل جاني عدة مرات، يعني على الاقل اربع خمس ست مرات جاني، ما نعرفش اللي ندراه هو، لكن هذا هو اللي خلى نبارة في فيسبوك كل يقولوا، وانا قلت له الكلام هذا، قلت له باش يقولوا يا اما انت وزير متخلي على الحمامات، والا فتحي ماخذ حريته يتبور ويعمل اللي يحب، وهذا كل قال فيما بعد. سكيني باولي يقولوا وحتى الخلاف كذلك، وانه فما خلاف. ما فماش خلاف واضح، ما عندناش خلاف، احنا ماناش اوني با دون لانيكدوت، مش عندنا عركه فوق سطح. لكن فما هاج عليك فيسبوك بشكل كبير فتره هذه؟ مش اول مره هاج علي، ديما فيسبوك. انا ما تنساش هادي اللي انا ممثل، بالتالي فما خلط ما بين مهنتي كممثل والفيكسيون، كي يشوفوا الناس الشخصيه ديما يربطوها بالواحد، عمرهم ما فهموا اللي ثم شخص يدير مكان قائم مسؤوليه معينه، يعمل اختيارات فنيه ابداعيه، وشخص يمثل في ادوار، لدرجه انهم خذوا حتى صوره من 2005 عشيه انا في على اساس في الكومار في كذا، وحطوها هذه في باش يتمناوا لي معناتها عيد سعيد، معناها بوناني نتاع اشاعه وفاتك اللي خرجت، اشاعه اكسيدونات ووفيات وكذا، عدم احترام، علما اني انا ما عنديش حتى كونت فيسبوك وما نعرفش كيفاش نستعمل فيسبوك. هذه للمره الاخيره ثم شكون منتحل شخصيتي يحكي باسمي، نغتنم الفرصه هذه، خاطر نعرف اللي تو دي كوت نتاعك مرتفع ما شاء الله، يا توانسه راهو انا فتح لدي ما عنديش كونت فيسبوك، راهو فما باج اوفيسيال يدير فيها واحد نعرفه صديقي، هذيك لا بلو فيابل، الباقي اللي يتكلم باسمه يقول صباح الخير ايها الشعب باسمي انا، ولا ايها الشعب انني يتكلم معنا في كلام كذا، يقولوا لي في بعض الاحيان انا والله ماني مطلع، لكن يا ناس راهو حتى اصدقائي بعض الاحيان يعرفوني يقول لي ايه، يقول لي شبيك، لكن صباح الخير ايها الشعب ما تقلقش. لا انا اعطيتك صباح الخير ايها الشعب، زعما يتزعم هو، فهمت؟ زعيم معناها نتاع الشعب، شنو دخلنا في هذا؟ احنا مانيش في المود هذا نهائيا، ولا مثلا عيناك الحلوتان، ولا ساعة ساعة يولي متدين برشا، ساعة ساعة تحس كأنه انا اطلعت في بعض الاحيان يوريني حاجات مضحكة، اقول للمرة
برشا مرات قلت راهو ما عنديش حساب تاع فيسبوك، راني ما نعرفش حتى نستعمل فيسبوك، لذلك عندي ايميل، اللي يحب يكلمني يكلمني على الايميل ولا على التليفون. الشخص هذا ولا الاشخاص يعني اكثر من وحدهم من تحليل شخصيتي، كان جا عندي وقت راني تبعتهم عاد ليه؟ لانه ممكن يسبب لك احراجات وسبب لي احراجات مع اصدقاء. لا اقتضى التوضيح، معناتها بربي اشاعه وفاتك معناتها قلقتك في الاسره في العائله؟ عندك ولاد صغار؟ عندي ولاد صغار اوروزمونز، الاولاد ما عرفوش يعني ما قلت لهمش وليدي ولاد صغار بلادي معناها وكذا، لكن بقول الأصدقاء يتحيروا وتليفونات تضرب من جميع أصقاع العالم، والناس اللي طلع الإشاعات هذية الله يهديهم. من يتمنى وفاتك؟ والله ما نعرفش، ما نعرفش يتمنى أكسيدان ولا وفاتي، الله يهدي، احنا ما نتمناو الشر لحتى حد، لكن اللعبة هذية يزمك تقبلها بما أنك أنت معروف، وجه معروف، وجه معروف. والجحظ يقول وتحن العامة إلى أخبار الخاص، وانا وياك سي الهادي من الخاص. لا انت خاصه جدا معناتها، بارك الله فيك. فيبداوا يفون تسميو، يحبوا يقتلوك. انا بالنسبه لي دليل على المحبه راهو انه لك الموت. اي بيان سور، كنت صغير ما تجيش تخيل يبدا ابوك جاي من درامنين، مش تخيلوا مات. اي ديما معنا بيان سور، تخيل امك اون فواياج تبدا جاي تقول هذاك. لا يمكن ان نشعر هكذا شعور وهكذا احساس الا مع الذين نحبهم بصفة مرضية. واضح. فتحي هداوي، الدورة اللي باش تخدم عليها سنة دورة 50 هي باش تكون بالتعاون مع بلجيكا. اي نعم. بالاساس. علاش الاختيار على بلجيكا؟ معناتها وقت اللي هي دورة 50 المفروض تكون يمكن الإشعاع نتاعها أكثر من دولة واحدة. لا هي دول. لكن ضيف الشرف هو بلجيكا. لماذا بلجيكا؟ سؤال. أولاً وقبل كل شيء لأن بلجيكا فيها حراك ثقافي عجيب. معناتها أكثر من فرنسا، أكثر من جنيف، أكثر من لندن، أكثر من كل ما ذوما خير وبركة، يعني مدريد وبرشلونة اللي وصلنا. لكن مثلا في الرقص العصري أقوى حاجة قاعدة تصير في بلجيكا، في الموسيقى فما تجارب غريبة جدا، ثم بلجيكا بتنوعها مهمة، لأنه بلجيكا ليست بلجيكا الولونية ولا الفلماندية فقط، هي بلجيكا الجرمانية، هي بلجيكا العربية، لأنه حتى وزيرة الثقافة فضيلة صديقتنا اللي هي مغربية. بلجيكا الآخر، بلجيكا اللي ستروماي اللي بوه نيجيريان أظن ولا بوركينابي وأمه بلجيكية، بلجيكا محمود بن محمود اللي هو تونسي. قدمت مع قدمت مع سلطة الإشراف مع بعض الفنانين وحكينا على المبدأ، وبش يكون بمعنى أنه بش يكون إيقاع المهرجان أنه كل عرضين ثلاثة ثم محطة بلجيكية مهمة. الآن صاير كلام ومش نمشي أنا هالأيامات هذوما زادة باش نزيد، خاطر المسألة مسألة باش يعاملوك ماديا مالا شنو بالبؤس مالا يعاونونا ماديا بيان سور، هما عاونونا ماديا ديجا، عاملوا لنا هداو لنا الاختتام، الدولة البلجيكية هدت لنا الاختتام. وطماع معناتها ثقافيا كما أنت فتحي، نحن نتعطاو مع بعضنا وخيان يعني هما يلزمك تمشي كذلك باش تطلب أكثر، خاصة باش تحط البلاد ضيفة شرف. نحن باش نخليهم هما إن شاء الله يقوموا بما عليهم واللي هما حبوه وكذا، أنه الجانب البلجيكي يقوم بالجانب البلجيكي يعني. عندي سؤال فيما يتعلق بالدراما، خاطر فما سؤال مهم جدا يسألوا فيه، باش تكون حاضر في الدراما الوطنية سنة، علما وأنه التلفزة الوطنية تعبر عن عدم رغبتها ونيتها في أنها تعمل أعمال درامية. والله أنا في بالي بالموضوع هذا بتاع مش عدم رغبة، هناك مشادات وتجاذبات ما بين لليوم ما بدأ حد شيء يتصور، حتى ما بدأ يصور إلا سامية كهو فقط. سامي كاو، سامي بدا ابكر من العاده بور دي ريزون كي لو كونسيرن، دي زاكس تاع الممثلين وديسبونيبيليتي وكل، لكن لحد الان ما سمعتش انه فما تصوير تاع اي شيء. تزعجك الحكايه هذه؟ مش تزعجني، نفس الشيء معناتها باش نجيو نصوروا اخر وقت وبالقبضه والزربه وكذا، ويطلع برودوي نقولوا يا ريت كان خذينا وقت اكثر يطلع خير. يعني انت الى حد الان ما عندك حتى عرض من؟ عندي عرض وحيد؟ عندي اكثر من عرض. ما انا مش نستقر على عرض واحد لانه ما عنديش وقت. مع الوطنيه باش تكون اكثر مع الوطنيه ولا باش تكون مع حنا بعد؟ تميح اكثر الوطنيه. تميح اكثر الوطنيه. عرض عمل درامي معناها. ايه عمل اكثر الوطنيه. عمل درامي. اذا حلوها المشكله. بطبيعه الحال. تاع انا احنا جماعه التلفزه لا والاخرين ما يجيوناش واحنا وكذا، وعمرهم يلزم يفهموا اللي راهو التعاون في تونس بين البريفي والبيبليك هو احد المخارج من الازمات الاقتصاديه والعاطفيه والعمليه والنقابيه وكذا. شكرا جزيلا فتحي الهداوي بنجاح وتوفيق، شكرا لك. تظاهره ماراثون ديمون ذكر 7 8 9 اخونا وليد التونسي قال نحب نحييه، ونحن الاستاذ هشام الخضيري اللي هو ملحن دكتور في الموسيقى عازف على المزود اللي حضر في
مجموعه كبيره للمهرجانات السنه. يعني مش تبرمج الفن الشعبي سنين في الحمامات؟ لازم عندنا معاد الفن الشعبي ومعاد الموسيقى الالترناتيف والراب بيسر. واضح، شكرا فتحي هداوي، بالنجاح والتوفيق.